زون ميكس مع ضيفنا اليوم امين بركله. قلت لك امين وصلنا للماتش نتاع سي اس اس والهدف نتاع تفريق تونس تقريبا اللقطه قعدت في بالي خاطر تقريبا لوجو كان بعيده برشا معناها واضحه انه ما يش تسلل معناها شنو صار في اللقطه ذيك ما نعرفش الحق صدق يعني ما كنتش مركز اكيد خاطر اني كنت متمركز بطريقه متميزه كي ترجع للقطه يعني كنت متمركز بطريقه متميزه جدا ورائعه وكل نعتبر نفسي قمت بخطا فظيع راهو ماهوش خطا عادي خاطر مش نص ميتر ولا ما بعرف حتى كان نص ميتر فضيحه هو مي هذاك خطا فظيع قمت به تصير الاخطاء الحقيقه يعني متقلق اني اخطات تصير الاخطاء ظلمت الترجي تصير اخطاء يا اخي ما اسم حكي ظلم ولا مو ظلم هو عمل بشري تعرف شنو الظلم ظلم وقت اللي تفتعل وقت اللي تفتعل الخطا انا الحمد لله يعني لا نفتعل نغلط تذاعت في كذا درابو المشكله اللي ما هزيتش ديريكت خممت مشيت ومن بعد هزيت هذيك هي المشكله هو كان هزيت ديريكت حتى بالكوره ما توصلش بس يتمارك البونتو صحيح ولا خاطر انت شوف المسافه كان هزيت ديريكت ما يتماركش البونتو راهي وقفت اما انا خممت وانا كنت مانيش مركز خاطر شنو يتطلب الحكم المساعد التمركز والتركيز انا كنت متمركز زيدا التركيز ممكن ضاع عليا مش ممكن سيء اخطات تعلمت منها برشا حزيت اللقطه هذيك اكبر خطا صار لك في مسيرتك نجم يكون ولا فاهم اكبر بالخطا اني التحقت بالتحكيم والله ندمت لا ما ندمتش ما اكبر خطا نعتبره في لا. مسيرتي في حياتي صار لك لوم اكيد بعد اللقطه هذيك جاوبك برشا تليفونات لا والله لازم حتى ما فهمناش شو معش ده المسؤولين نتاعك كلموني هما ما كلمونيش كلمني حتى تعاقبت ما تعينتش بعد تعاقبت تعاقبت ستة جمعات ستة زورنيات كيفاش تقيم امين حاليا العمل نتاعها عواس طرابلسي مدير الوطني للتحكيم وعمل الاداره ككل عمل قول انا 60% 6 على 10 6 25 ستة؟ ستة خمسة وعشرين ستة خمسة وعشرين خمسة وعشرين منين جهت به؟ على عشرة نوت سيرس يعني فما اجتهادات فما أخطاء وذاك هو العمل البشري الحقيقة يعني فاش كان نجم يكون مخير ال... في برشا حازيت في برشا حازيت مثلا في أنه تكون فما لحمة مفذك شوية القطاع مفكك الكلمة الصحيحة أزمة القطاع في تشتت والعديد يراهن على تشتت القطاع المشكلة التحكيم هو في أولاد الدار كلنا احنا مشكلة التحكيم اسمي نستثنيش نفسي طبعا احنا مشكلة التحكيم ما عنده حتى مشكلة مشكلته في تشتت القطاع التحكيم بكله مشاكل المشكل الأساسي هو تشتت القطاع شنو المشاكل الأخرى ترى أهم أزمة الثقة الموجودة بلاد قائمة على أزمة الثقة دولة احنا نحكي على التحكيم تو مش نحكي على البلاد اسمعني ليه خاصة التحكيم اسمعني فيه. اسمعني العباد ما عندها ثقة في الحكام والناس عندهم ثقة في القضاء بليز او موا عندهم ثقة عندهم ثقة في مؤسسات في الأمن ما عندهم الثقة خلينا في التحكيم يا أمين كيف دونك التحكيم ماهوش بمعزل يا أخي سامحني شكون اللي ما عنده الثقة في التحكيم الجمهور شكون ماهوش شعب ولا ليه محازم تراكمات تبع بعضها يعني ماناش احنا الحكام باش نكونوا بمعزل سبينا احنا هابطين منزلين بحاجه اخرى ايه احنا حكام ومن القطاع وبشر فما ازمه ثقه في البلاد يا اسلام بلا اسمعني بلاد ما عندها ثقه في شعبها بلاد ما عندها ثقه في شعبها فما بالك بالشعب يكون عنده ثقه في مؤسساته باهي باش نسألك بعد شوية مين على الكلام اللي تقال الاتهامات فساد في التحكيم رشوة الكلام النوع هذايا تدخل بعض الأشخاص في القطاع والسيطرة والجبروت نتاعهم المحاباة لبعض الأندية باش نسمي لك أسامي أيضا العباد اللي دارب القطاع ماذا بينا ناخذ رايك فيهم ما عطيتنيش رايك في زملائك وحكام على الأقل أخلاقيا لا يمكن أني نحكم على إنسان ممارس معايا فنيا أي مانيش هاني باش تعدى باش نمشيو لعباد ناس أخرين معناها مسؤولين هذا تقريبا ابرز ما حاول مجال فيه حصتنا اليوم سهيله في الاخبار وبعد راجعين